شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الثاني: تكبيرة الإحرام. والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبعدها الاستفتاح، وهو سنة، قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. من الشيطان الرجيم: المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل من سوى الله عالم، وهو رب الجميع. الرحمن، رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين. والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا: دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. نسأل الله أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين، وهم النصارى،
يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل فصلى فقام، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلها 3، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تأتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات: جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات 5. والطيبات لله: الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب
بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية والرسالة، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال.